سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها الجمع الكريم، قبل أن نبدأ لابد أن نقدم تحية واجبة قبل أي شيء للذين تقدموا الصفوف وضحوا بأنفسهم وأزهقت أرواحهم في سبيل فكرة الحرية، حيث نشهد هذه الأيام إحدى ثمارها، فنفخر بهم ونعتز بهم، وعلينا أن نتذكرهم كلما هبت نسمة من نسمات الحرية. تحية فخر وإعزاز وإجلال إلى كل من تقدم الصف وشارك أو أيد وساند ثورة 25 من يناير. هذا التاريخ الذي أصبح علامة فارقة ليس في تاريخ مصر فقط، بل في تاريخ البشرية عامة. أعزائي الحضور، دعوناكم اليوم لهذا المؤتمر الحاشد لمرشح القوائم عن الدائرة الثالثة بمحافظة الدقهلية، التي تشمل ميت غمر وأدى والسنبلاوين تميل أنديد وبني عبيد، لنبدأ خطوة للأمام في طريق الحرية في ظل منافسة شريفة وطرق ممارستها عن طريق إتاحة المعلومات للحائرين أمثالي بأسلوب حضاري نتمنى أن يكون مثالا يحتذى به أو يقبل للارتقاء والتطوير في المرات القادمة، ونأمل أن يخرج الجمع من دون أي سلبيات، ونؤكد أن الهدف من هذا المؤتمر فتح طريق للتواصل بين الأحزاب والناس، ولم نهدف أن نرجح كفة حزب على آخر، لأننا نقف على مسافة واحدة من جميع من يحضر معنا من الذين وقع عليهم الاختيار، لأنهم أصحاب القاعدة العريضة في انتخابات المرحلة الأولى والثانية في انتخابات مجلس الشعب. وهي ليست مناظرة بالمعنى الحرفي للكلمة، ولكنها إتاحة أو إتاحة مساحة للحوار، وسوف تدار كالتالي: سوف يتم طرح مجموعة من الأسئلة على السادة الحضور، لكل سؤال مدة زمنية محددة للإجابة من قبل ممثل كل قائمة أو كل حزب، وسوف تكون كافة القوائم الحاضرة بالإجابة على نفس السؤال. يعني مثال للتوضيح، عند طرح السؤال الأول سيتم تحديد الزمن المتاح للإجابة على السؤال، ولمعرفة من سيجيب أولا سيتم سحب ورقة بطريقة عشوائية على ممثل كل قائمة الالتزام بالزمن المحدد للإجابة. وعلينا أن نتعاهد في بداية المناظرة ألا نقول إلا الصدق، وأن تكون الصراحة هي عنواننا، وألا نقول كلاما نفض به هذا المجلس دون معلومة مستفادة أو رأي واضح. نبدأ أولا بكلام ربنا سبحانه وتعالى بآيات بينات من كتاب ربنا يتلوها علينا القارئ رشدي عبد القوي فتح الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يا Thank you.
Oh.
جامعة المنصورة عام 86، متزوج وعندي 5 من الأبناء، ونقيم بقرية إخطاب مركز أجل. عندي مجمع مدارس الإتربي الخاصة وشركة الإتربي للصناعات الهندسية، هذا ما نقتات منه وما نعيش منه. وعملت متطوعا في مجلس إدارة تطوير التعليم بجامعة المنصورة لأكثر من 6 سنوات، وما زلت موجود بمجلس إدارة تطوير التعليم بجامعة المنصورة. أما ما أعتز به لنفسي ولأولادي، وأدعو الله سبحانه وتعالى أن ألقى الله وأنا عليه، هو العمل مع الشباب. فمنذ 10 سنوات، وأنا التقيت بأخي الداعية الدكتور عمرو خالد، والذي لم استطع مرة واحدة ان ادعوه
ليحضر معي مؤتمر من المؤتمرات في هذه العملية الانتخابية، وذلك لشيئان. أولهما أنه داعية ويجب فصل العمل الدعوي عن العمل السياسي ولا يختلط هذا الأمر بذلك. ثانيا، أنا أسست مع الدكتور عمرو خالد وكنت مؤسسا لفكرة تنموية شبابية، هذه الفكرة هي صناع الحياة. هذه الفكرة أسسناها منذ ما يقرب من 8 سنوات أو 9 سنوات، وكان تحديدا في سنة 2003 عندما اختمرت الفكرة في رأسي ورأس أخي الدكتور عمرو خالد، وأطلقناها في بداية عام 2004 في شهر فبراير. وهذه الفكرة هي أولها وآخرها لا يعني شيئا إلا النهوض بمصر. ووضعنا منذ أول يوم ماذا نريد والهدف الذي نريده، ووضعنا رؤية واضحة محددة المعالم. هذه الرؤية تتمثل في إحداث نهضة شاملة ملموسة، إحداث نهضة شاملة ملموسة من خلال إعداد جيل من الشباب متفتح وفعال ومؤمن بالقيم الأصيلة. هذه الرؤية وضعناها منذ 8 سنوات، وعندما بدأنا في هذه الرؤية وضعناها أمام أعيننا كان يجب أن ندرس ما حال الشباب في هذه الفترة، في سنة 2003 كيف كانوا حال شباب مصر، وماذا يصف الناس شباب مصر. كانوا يصفونهم بالشباب التافه، الشباب الذي لا يريد إلا مصلحة نفسه، بل يريد أن يجلس على المقاهي والكافيهات وغيرها. ولكن كان لنا رأي آخر، كنا نراهن على الشباب، نراهن على الشباب منذ عام 2004. كنا نعلم جيدا أن مصر لن تنهض إلا بالشباب، والثورة لا تقوم إلا من خلال إعداد جيل من الشباب. فوضعنا أنفسنا بين يدي الشباب، وما كان أن أعلن عن هذه المبادرة إلا وخرج عمرو خالد من مصر. خرج عمرو خالد مطرودا من بلده، لأنه أدرك أين الحل، الحل في هذه الأمة الشباب. وبقيت أنا ومعي قلة من الشباب، ولكن ما أن عرض البرنامج في سنة 2004 إلا وتكاتف شباب مصر من مشرقها إلى مغربها. قدم الشباب كما يقال من كل فج عميق، حتى أصبح في صناع الحياة. هذا صناع الحياة ليست كيان وليست هيكل، ولكنها فكرة عندما تمر على الذهن ويقتنع الشاب بها. الشاب الذي كان مغللا بالقيود، الذي كان مربوطا من يديه وقدميه ورأسه، وكان حبيسا بين الإدمان والمخدرات وغير ذلك. هذا الشباب الذي فقد الأمل في الحياة وفقد كل شيء وفقد مقومات الحياة، ولكن كنا نراهن عليه، نراهن أن الشباب يحدث نهضة. وأردنا أن نختبر هذا الشباب، فاختبرناه في موقفين. الموقف الأول عندما عرضنا عليه مشروع جمع الملابس، ومشروعا بسيط يقوم به أي أحد. فجمع الشباب أكثر من 3 طائرات، طائرة إلى دارفور وطائرة إلى الصومال، ثم بقيت طائرة في مصر لأبناء مصر ولشعب مصر من الفقراء. وتبنى هذه الفكرة كثير من المؤسسات بعد ذلك. والاختبار الثاني شنطة رمضان، وكان هذا في عام 2005. هذه الشنطة ما هي إلا شيء بسيط يقوم عليه الصغير والكبير منذ أن خلق الله البشرية، الكل يساعد الفقراء. ولكن كنا نريد أن نختبر الشباب، هل عندهم مقدورات وإمكانيات بناء أنفسهم يجمعوا المال بعيدا عن بيوت الزكاة وبعيدا عن الجمعيات الشرعية وغير ذلك. فجمع هؤلاء الشباب أكثر من 1,000,000 شنطة في مدة أسبوع في شهر رمضان عام 2005، وكل هذا موثق على الإنترنت وغيره. هذا الشباب عندما اختبرناه وضعنا أمامه المشروع الأكبر والأهم، وهو نهضة مصر كيف نبني، وكان يضحك علينا الناس، أي نهضة تبحثون عنها والفساد يعم الأرض، أي نهضة تبحثون عنها وكل شيء محاط برائحة الفساد في كل مكان. ووضعنا 4 مجالات، المجال الأول في مجال التعليم، المجال الثاني في مجال الصحة، ثم في التكنولوجيا، ثم في الزراعة والاقتصاد. هذه المجالات عندما كنا نتحدث عنها من أكثر من 8 سنوات
كانوا يصفوننا بالجنون، وكان اي شباب تريد ان تعتمد علي في احداث نهضة وتريد ان مصر تنهض وتنمو وهي مكبلة بحكام الفاسدين لا يتقون في الله لومة لائم. ولكن عندما وضعنا المشروعات امام الشباب في مجال الصحة اصرف هذه الامور باختصار شديد حتى لا اطيل عليكم واترك المجال لاخي في حزب الاصلاح والتنمية. المجال الاول في مجال الصحة فاول مشروع وضعناه كان اسمه المنتجات الصحية، وهذا المشروع شارك فيه عام 2005 ما يقرب من 250 الف شاب من شباب مصر عام 2005. هذا المشروع كان مهامه ومغزاه ان نقوم بالتوعية الصحية من الامراض التي انتشرت واحرقت المجتمع، منها مرض الكبد ومرض الضرر والانفلونزا الطيور والخنازير وغيرها ومرض السمنة. وما زال هذا المشروع يعمل الى الان تحت مسمى المنتجات الصحية لمن يريد ان يعرف الكثير عن هذا المشروع وهو موجود على الانترنت. المشروع الثاني وسمي بحماد المستقبل. حماد المستقبل حماد من اي شيء؟ من الادمان والمخدرات. هذا المشروع ما زال يشارك فيه اكثر من 500,000 شاب على مستوى الوطن العربي، ونصيب مصر من هذا المشروع ما يقرب من 150,000 شاب يعملون بهذا المشروع وهو حماد المستقبل من مخاطر الادمان والمخدرات. فاذا اردت ان تعرف القليل عن الادمان والمخدرات فيجب ان تعلم حقيقه. الحقيقه الاولى ان الوطن العربي فيه 10 ملايين مدمن، والحقيقة الثانية أن مصر وحدها 6 مليون مدمن، 80% منهم من الشباب، والأقرب من ذلك أن البنك والحشيش ليس مدرك في هذه الإحصائيات، أي أن 6 مليون مدمن، 6 مليون منهم 80% من الشباب من الهروين والكوكايين والماكس والترمادول وغيرها من الحبوب التي ترهق العقل والذهن والجسد ولا تبني في الإنسان إلا ضعف الأمل وضعف البصيرة وكل شيء. هذا عن المشروع. وتطور هذا المشروع منذ عام 2006 إلى 2008 تحت مسمى آخر وهو حملة حماية، وكانت هذه الحملة بمثابة انطلاقة قوية وشرارة أوقدت العالم العربي، بل أحرجت مصر ووضعتها في مأزق بين الدول كلها. عندما أطلقنا هذا المشروع في عام 2008 وكان تحديدا في شهر مارس سنة 2008 في شهر 3 أطلق هذا المشروع تحت اسم حملة حماية، وربما الكثير من الشباب قد رأى هذا المشروع، وكان اللوجو اللي هو الشعار بتاعه كان كف أحمر وداخله تفاحة خضراء. هذا المشروع كان هذا المشروع بشراكة مع الأمم المتحدة وشرطة دبي ودولة السودان والجزائر وتونس والأردن وكثير من الدول العربية، ولكن أبت مصر أن تشارك في هذا المشروع. فعندما عرضنا وأرسلنا مذكرة إلى رئيس الوزراء أحمد نظيف كان في شهر يناير قبل بداية المشروع ب3 أشهر، ولكن رفض رئيس الوزراء دعم هذا المشروع ولا حتى أن يكون هذا المشروع تحت رعايته. وكان المشروع مدته كان حملة مدته 5 أسابيع. 5 أسابيع كان الغرض الأساسي منها هو علاج 5000 مدمن، علاج 5000 مدمن، يعني في الأسبوع الواحد 1000 مدمن. ولكن شاءت مشيئة الله أن يتحرك في هذا المشروع ما يقرب من 124,000 شاب. 124,000 شاب تحركوا في مصر إلى أوكار المخدرات، ومنهم أكثر من 70% من الفتيات، أكثر من 70% من الفتيات تحركوا في أوكار المخدرات وأماكن التي يعني تبيع المخدرات ويتعاطى فيها الشباب، حتى وصل العدد في أقل من 5 أسابيع إلى 7500. ولكن كانت الطامة الكبرى أن مصر ليس فيها إلا 1400 سرير، 1400 سرير داخل جمهورية مصر العربية تصلح لعلاج المدمنين، طبعا وقت 6000 بيت. فقمنا بتحويل بعض المستشفيات النفسية إلى مستشفيات لعلاج الإدمان، وهذا المشروع ما زال موجودا حتى الآن. ونعد المشروع الثاني تحت حملة حماية 2، وربما خرج في الجرائد منذ أسابيع قليلة عن هذه الحملة، حملة حماية 2 تحت رعاية بنك مصر. وهذه الحملة سوف تنطلق في خلال أسابيع إن شاء الله، وتسمعون عنها وتذكرون هذا الكلام الذي أقوله لكم. هذا عن مجال الصحة والنهوض بالصحة
وفي مجال التنمية الصحية. أما عن مجال التعليم فإذا أردت أن تتحدث عن مجال التعليم فيجب أن تعرف حقيقتين. أولهما أن مصر فيها أكثر من 40% من سكان مصر، أكثر من 40% لا يقرؤون ولا يكتبون. 40% من شعب مصر أمي لا يقرأ ولا يكتب. الأمر الثاني أن مصر فيها أكثر من 17 مليون طالب في مرحلة التعليم الأساسي، منهم 27.5% متسرب من التعليم. يعني في 27.5% من الطلاب متسربين من التعليم. فإذا أردت أن تظهر بالتعليم فيجب أن تحل هاتين المشكلتين. المشكلة الأولى قد أطلقنا مبادرة اسمها العلم هو. هذه المبادرة أطلقت منذ عام 2006 وتوقفت بضغوط من الدولة. هذه المبادرة توقفت في عام 2006 ولكن أطلقناها مرة ثانية في عام 2011 بعد ثورة 25 يناير المجيدة. هذه المبادرة أطلقت في 2011 بشراكة مع إحدى مؤسسات الاتصالات وغيرها من الشركات والمؤسسات الدولية. وهذه المبادرة هي لتعليم نحو أمنية 17 مليون مصري، ولكن كل هذا الأمر كله يقوم تحت مؤسسات الخيرية. مؤسسة الخيرية، فبالله عليك، هل مؤسسة الخيرية تستطيع أن تصنع نهضة لمصر؟ تستطيع أن تقيم نهضة لهذه البلد؟ لا والله لا تستطيع، لأنها جهدها مقل وجهدها قليل، ولكنها تقدم نماذج. فاسمع إلى النموذج الثاني في مجال التعليم، هو التصرف من التعليم. ففي مجال التصرف من التعليم قمنا بعمل دراسة لمصر من مشرقها إلى مغربها ومن شمالها إلى جنوبها، وبدأنا أول مبادرة للتصرف من التعليم في قرية طهطا. قرية طهطا وهي بلد رفاعة رافع الطهطاوي. رفاعة رافع الطهطاوي هو شيخ التعليم. بدأنا من بلده حيث نقول للعالم العربي ولمصر ولحكام مصر، وكانت هذه المبادرة في عام 2006. كنا نريد أن نوصل رسالة أننا نبدأ مسيرة التعليم من بلد شيخ التعليم. وقمنا بعمل مشروع، هذا المشروع هو مشروع متفرد بالنوع، لا يوجد له مثيل على مستوى دول العالم إلا في مصر تحت راية مؤسسة صناع الحياة. هذا المشروع يتمثل في أننا نعيد الطالب الذي تصرف من التعليم إلى مدرسته على أن نشترط على أنفسنا أن نقيم له مشروع. نقيم للأسرة الفقيرة التي أخرجت ابنها من المدرسة بسبب الفقر وهي لا تستطيع أن تقيم له، أن تصرف عليه ولا أن تعينه، نريد أن نقول لا أن الطب يرجع المدرسة ونعمل لكم مشروع. ولكن هذا المشروع، ما سر هذا المشروع وما سر توقفه بأوامر من أمن الدولة؟ هذا المشروع كان يقوم عليه خمس من الشباب، خمس شباب يقوم على المشروع الواحد للأسرة الواحدة. الخمس شباب دول واحد مسؤول عن الطب من اول اعادة قيده حتى ينتهي العام الدراسي، يعني مسؤول زي ولي امر طالب بالظبط، مسؤول عنه كل صغيرة وكل كبيرة من اداره وكراميس ومدرسين حتى يطمئن لنجاحه وعودته مرة ثانية الى وصف التعليم الجيد. الشاب الثاني مسؤول عن الرعاية الصحية للأسرة. فليس معنى أنك تصنع مشروعا لأسرة فقيرة ثم هذه الأسرة بها المرض وبها الفقر وبها الجهل، فلو قلت أن يكون المرض هذا منتشرا بينها. فإذا تعب طفل أو تعب الأب أو الأم فلا يكسبها ويصرف على الدكاترة، فلا بد أن ترعاهم صحيا، ترعاهم من كل شيء من أدوية وعلاج وكشف وغير ذلك. والشاب الثالث مسؤول عن النواحي الاجتماعية للأسرة، الناحية الاجتماعية التي لا ينظر إليها الكثير من الناس. الكثير من الناس لا ينظر إلى الأسر الفقيرة ماذا يدور بداخلها، ما هي معوقات للحياة وما هي معوقات النهوض وما هي كل المشاكل التي ترهق أي أسرة موجودة. لأننا ننظر إلى الأسر الفقيرة التي تحت خط الفقر أنهم نوع من الشرذمة أو نوع من كذا أو كذا، لا ينظر إليهم أحد ولا يكلف أحد خاطره أن يسأل عنه. هل هذه الأسرة مستقرة؟ هل فيها استقرار؟ ولكننا كنا نريد أن نسعى إلى إحداث استقرار نفسي ومالي وكل شيء واجتماعي لهذه الأسرة. والعنصر الرابع
هو مسؤول عن المشروع الاقتصادي، المشروع الذي يتناسب مناسبة كاملة مع الأسرة. فإذا كان مشروع أجناد أو جاموس أو بار أو محل آلة أو غير ذلك، أي كان نوعية المشروع، هناك أكثر من 1000 نموذج من المشروعات كنا نقدمها للأسر. تمت هذه التجربة، وكان الشاب الخالد مسؤولا عن الأربعة أمين، ودول كانوا بيسموا حضانة، بيسموهم حضانة. وفي شرط ادبي بين هؤلاء الشباب وما بين الاسره، ان هم يفضلوا خمس بيفضلوا من 6 شهور لسنه بواقع زيارتين 2 في الاسبوع، يعني معنى ذلك ان هذه الاسره محظوظه، كل يوم يكون عندها حد من الشباب جوعها، وفي 3 ايام في 2 من الشباب موجودين داخل هذه الاسره. فاذا تابعت اسره بهذه الكيفيه وراقبتها بهذه الدرجه من الاجاده والمتابعه، فبالله عليك هل هذه الاسر ستعود مره ثانيه للتسول؟ ستعود مره ثانيه ان تمد يدها؟ والله هناك امثله كثيره من هذه الاسر قد قدمت الزكاه بعد ان من الله سبحانه وتعالى عليها. وهذا الشباب الذي قام بهذا العمل تطوعا ليس الا لمرضاه الله سبحانه وتعالى، قد اكتسب الخبره، اكتسب الخبره الحياتيه والخبره الميدانيه والخبره التجاريه وغير ذلك، ولكنه كان لا ياخذ شيء، بل كان هو اول الناس بهذا المبلغ الذي كان يدفع كمنحه لا ترد لهذه الاسره، وهو اول الناس بهذا المبلغ، ولكن كانت تعق نفسها لانه عاهد الله ان يفتن شيئا من الاسم. ولكن هذا المشروع توقف تماما في عام 2006، وتوقف هذا المشروع، وبعد ايام قليله ظهر في صفحات الجرائد والتلفزيون عن مشروع النهضه، مشروع قومي للاسم. هذا المشروع هو مشروع الألف قرية، كان يراد منه صناعة رمز وصناعة نجم، هو جمال مبارك، وأخذ وسرقت الفكرة كاملة بأكملها، ثم وضعت لصناعة هذا النجم. ولكن الله سبحانه وتعالى، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، لا فلح ل1000 قرية ولا ل1000 عزبة ولا 1000 أسرة ولا 1000 شخص، لأن ربنا سبحانه وتعالى لم يبارك لهم في أعمالهم ولم يبارك لهم في أي شيء. ومن الدعاء، وبعد سنة عامين كاملين في سنة 2008 أطلقنا هذه المبادرة مرة ثانية، واليوم قد تحقق أكثر من 3000 أسرة قد تم رعايتهم بهذه الطريقة وهذه الكيفية. وهذا النموذج نريد أن نقدمه لهذه الدولة المباركة بعد ثورة 25 يناير، هذا النموذج الذي هو موجود على أرض الواقع ومحقق في مشارق مصر، من في أرض مصر من مشارقها إلى مغربها، نريد أن نقول للدولة ولمؤسسة الدولة أن هذه النماذج هي نماذج قابلة للتطبيق، نماذج تحدث نهضة حقيقية، ونماذج تصنع ريادة وتصنع نهوض بالأسرة. ولكن هل هذه النماذج أيضا تحقق إذا أردنا أن نرفع مشروعا قوميا للصعود لشعب مصر من الفقر والمرض؟ فهل مؤسسة خيرية تستطيع أن تصنع هذا الشيء؟ لا والله. ولذا قد قدمت نفسي للترشح على مجلس الشعب، كما كنت مبادرا منذ اكثر من 10 سنوات لفكره التنمويه، فاليوم اخذ مبادره ثانيه ان اتقدم للمجالس النيابيه والتشريعيه ان اجعل هذه المشروعات تتبناها الدوله، والح على الدوله، واقدم لها هذا النموذج الناجح للمجتمع ان يتحقق. واسال الله سبحانه وتعالى ان يولي من يصلح، واسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقنا. هذا ما عندي في السابق، اما اللاحق والحديث عنه ات. واشكركم جزيلا، والسلام عليكم ورحمه الله. شكر السادة شباب ورجال الرحمانية على المؤتمر
وبالأصالة أيضا عن نفسي وبالنيابة عن حزب الإصلاح والتنمية ونيابة عن الأستاذ مصطفى الشرقاوي، أتقدم بالاعتذار عن حضوره لأنه هو للأسف على الهواء في الساعة 9 على قناة النيل فاميلي اللي هي النيل والأسرة حاليا في الساعة 9، وهو كان في غاية الأهمية أن آجي أعتذر للقائمين على المؤتمر وعلى شباب ورجال الرحمانية الكرام. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيد كانت الانتخابات في السابق بتدارك بناء على الأشخاص، لكن في المجلس الحالي تكتمل أعضاء القوائم في الانتخابات، ونحن دعونا هذه القوائم. شكرا لحزب التنمية، حزب الإصلاح والتنمية، ونشكر الأستاذ مصطفى الشرقاوي. قلنا بقى أن نتحدث عن حزب الوسط. هو حزب تم تأسيسه أو الشروع في فكرة التأسيس عام 1996، وحزب الوسط عندما شرع المهندس أبو العلا ماضي والأستاذ عصام سلطان في تأسيس حزب الوسط، هم كانوا أعضاء داخل جماعة الإخوان المسلمين، بل كانوا قيادات ومعهم إخوة الله، وقاموا بشروع هذه الفكرة لسببين. أولهما أن يكون هناك حزب يحط على دولة مدنية ذات مرجعية إسلامية، دولة مدنية ذات مرجعية إسلامية. والأمر الثاني أن يختلط العمل الدعوي أو ما تقوم به جماعة الإخوان من عمل دعوي لا يختلط بالعمل السياسي. وعندما أرادوا أن يشيروا هذا الحزب وتقدموا للجنة شؤون الأحزاب في إشارة، فهاجمهم كل التيارات الإسلامية بدعوى أنهم يريدون أن يجعلوا حزب يحكم على الدولة المدنية. وكانت مفهوم الدولة المدنية في هذا الوقت سنة 1996 هو المفهوم الدولة العمالية، يعني الناس كانت تظن ان الدولة المدنية لأي حد يجي ناد الدولة المدنية كأنه بيقول ان انا عايز دولة عمالية. اللي نرفع من 2011 كل المجتمع بل كل الطيارات الدينية والطيارات السياسية تدعو الى دولة المدنية، فكانوا هم سابقين منذ اكثر من 16 عاما بهذا في الدولة المدنية ذات مرجعية اسلامية. ثم تعرضوا من قبل الدولة إلى محاكمة عسكرية ووضعوا في السجن بسبب أنهم بيلتفوا حول الدولة بإشرار حزب ديني. وظل هذا الأمر لأكثر من 3 سنوات في المحاكمة العسكرية في الاعتراف رحمة الاعتقال، لحد ما خرجوا سنة 98 ثم تقدموا مرة ثانية للجنة شؤون الأحزاب بإشرار حزب ودخلوا ساحات المحاكم. فدخلوا ساحات المحاكم وقدموا برنامج الحزب ل4 مرات، وكانت المره الرابعه وهي في قانون اشاره الاحزاب هي المره الاخيره، يعني دايما لما تيجي تقدم انت طالما دخلت المحاكم فمن حقك ان انت تقدم 4 مرات، المره الرابعه دي لابد ان تكون الاخيره. وكان اخر جلسه كانت في شهر 11 سنه 2010، وأطلع عنكم الحكم ليوم 19/2، يعني كان في شهر 11/2010 وتأجلت المحكمة ليوم 19/2، وكانوا يظنوا أن الله سبحانه وتعالى خلاص هي دي، يعني قدموا الأعذار 16 سنة، واحد قعد 16 سنة في المحاكم علشان ينشر حزب. ولكن قامت ثورة 25 يناير وتنحى مبارك يوم 11/2
واتى يوم 19/2 ولم يجد القاضي امامه اي فرض يقول لها له لا تعطوا هذه التاشيره او هذه الموافقه. وشاءت مشيئه الله سبحانه وتعالى ان ينشر هذا الحزب. هذا الحزب يقوم اساسا على ان الحضاره الاسلاميه هي منهجيه واضحه ومرجعيه واضحه. لماذا الحضاره الاسلاميه؟ الحضاره الاسلاميه لان الحضاره الاسلاميه لا يختلف على انها قد انارت الشرق والغرب، قد رفعت الظلام عن اوروبا، لان هذه الحضاره لم تدنس، وهذه الحضاره بعلومها وعلمها وعلمائها امثال ابن سينا والرازي وجابر بن حيان وغيرهم قد قدموا الكثير للعالم. فكانت هذه الحضاره الاسلاميه هي المنطلق، وكانت مرجعيه العلماء امثال الشيخ شكور والشيخ مولانا الامام الشيخ الشعراوي والشيخ محمد الغزالي والدكتور علي رحمه الله والدكتور يوسف القرضاوي هي المرجعيه العلميه، والدكتور سليم العوض. هذه هي مرجعيه علميه، اي اخذوا مناهج من علومهم وجعلوا هذا البرنامج الحزبي لهم. حتى ان وثيقه الازهر عندما خرجت منذ شهرين، فاذا قرات وثيقه الازهر وقرات برنامج حزب الوسط لتجد اماكن كثيره متطابقه في هذه البرامج. وحزب الوسط تقدم في الانتخابات هذه للمرحلة الأولى والثانية، واستطاع أن يحصل على 14 مقعا. هذا الحزب تقدم في 46 دائرة. من ال 46 دائرة هدي لك نموذج للتجرد، نموذج للتجرد من أصحاب الحزب اللي هم يعني ظلوا على مدار 16 عاما يجافحون في المحاكم حتى ينشروا حزبهم. وعندما حانت لحظة البداية وحانت ساعة الصدق لكي يجنوا ويحصلوا، فقيادات الحزب كلها تراجعت إلى الخلف، حتى أن 35 قائمة من 46 على مستوى مصر لا يوجد فيها الأول ولا الثاني ولا الثالث من قيادات الحزب، بل من أعضاء الحزب. وأعضاء الحزب تجدهم في إما في الرابع إما في السادس إما في السابع إما في الثامن، وتركوا المقاعد الأولى الأول والثاني والثالث لكفاءات المجتمع. والحقيقة أنا كنت واحد من هؤلاء الذين اختارهم الحزب ليكون على رأس هذه القائمة، لأني في بداية الأمر كنت مرشح فردي. وعندما علم كثير من الأحزاب أني قد شرطت الترشح وأخذت خطوة وقدمت لأوراق أوراقي للترشح عن خوض المعركة الانتخابية في دائرة أجم والغم، فانهالت علي العروض الكثيرة من الاحزاب لاتصدى قائمتها، فاخترت حزب الوسط لانه يتناسب مع مرجعيتي ويتناسب مع فكري. فهذا الحزب الذي اتمنى من الله سبحانه وتعالى ان يكون اعضاءه الكثيرين والكثيرين في مصر من شمالها الى شرق الى جنوبها وشرقها وغربها. هذا الحزب لا يوجد مؤسسة تدعمه، لا يوجد مؤسسة تدعمه، ولا طيار يدعمه، ولكنه يصرف من جيوب أصحابه، ولا يوجد له أعضاء بالكثرة حتى النظرة في التوكيلات. ولكن بالرغم من ذلك والله كلما يعني قدمت إلى أحد اللي أدعوه لكي ينتخب حزب الوسط يقول لي والله إحنا عاملين حسابنا إن شاء الله إن إحنا ننتخب حزب الوسط، فأزداد إصرارا وعزيمة على التواصل ولا يلتهمني يعني اي جهد، لان الله سبحانه وتعالى لا يضيع اجر من احسن عملا. واسال الله سبحانه وتعالى ان يكون حزب الوسط له مكان وله جنود من الحاضرين وله قواعد من الحاضرين، يعني كي يؤسسوا هذا الحزب، لان هذا الحزب حتى امانات المحافظات لم يعرض حتى الان امانات المحافظات، لان امانات المحافظات يعني تجدهم منسقين قائمين باعمال منسقين، ولا المراكز ولا القرى، لانه يبحث عن الكفاءات. قائمه حزب الوسط انا موجود على راس القائمه، ويوجد في كمقعد فؤاد ومقعد العمال اخي المهندس الكيميائي احمد الدسوقي وهو من بلده اربيضه تحيي الامدين، ثم العقيد محمد زكيه من اتميده، ثم عبد العظيم الرابي من سنفه. يعني الحقيقه الثمانيه كلهم موجودين، ومن غير ما حظ وافر يعني لهذا الحزب اللي فيه اربعه
من مركز بالغمر منهم حتى معمل البرقة في القائمة من المعصرة الدكتورة إيجان فاروق نشيد موجود معانا في القائمة. فأسأل الله سبحانه وتعالى لنا أن احنا يكون لنا حاضر بينكم إن شاء الله. يعني أن احنا قرية الرحمنية قرية زراعية، فحتى الكلام اللي حضرتك قلته عن الحزب احنا كفلاحين مش موجودين رؤية حزب الوطن للفلاح والقطاع الصناعي. أولا رؤية الفلاح، أولا عن الفلاح، إذا أردت أن أعرض رؤيتي عن الفلاح فيجب أن أستعرض صورة الفلاح. ميلة الفلاح، هل هذه الميلة هي موجودة النهاردة؟ الوزن موجودة؟ هل الزراعة كانت في وقت من الأوقات هي العمود الفقري لمصر؟ هل النهاردة الزراعة هي العمود الفقري؟ طب لما أنا بسأل ليس معنى مين الفلاح أن الفلاحين موجودين ولا مش موجودين؟ مش معنى السؤال كده. معنى سؤالي وإجابتي على السؤال إن مهنة الفلاحة النهاردة أصبحت الكل بيحاول إن هو يتهرب منها. ليه؟ السبب؟ السبب إن أصبح الدولة لا تعطي للفلاح حقه الشرعي. حق الشرعي النهاردة شكاوى الاهتمام النهاردة كام؟ 180 جنيه، 170 جنيه، صح؟ اللي المفروض 78 جنيه، البذور النهارده اللي أرعشها، تعالى شوف إنتاج الفلاح، تعالى شوف القطن اللي إحنا كنا بننتظر حصاده عشان أقول أتجوز ولادي وأتجوز كذا وكذا وكذا، النهارده القطن برمي في البيوت مش عارفين يسواه، مش بيحصل ولا ما بيحصلش؟ ده سؤالي. طيب ما الحل؟ حل حزب الوسط يتمثل في شيئين، الأمر الأول هو حماية الأمن القومي المصري من قبل الفلاح، ثانيا اعطاء الفلاح حقه واحداث العداله الاجتماعيه. الامن القومي يتمثل في منطقه، هذه المنطقه هي اعز البلاد الى قلوبنا، وهي منطقه ايه؟ سيناء. لان مراقب على الشرق عدو غاصب يتمنى لهذه البلد الذلة والمعاناة ويريد أن ينقض عليها في أي لحظة وأي وقت. وهناك اتفاقية بيننا وبين هذا العدو الغاصب، هذه الاتفاقية بحكم العلاقات الدولية لا نستطيع اختراقها إلا بالحرب. لا نستطيع، ولكن في هذه الاتفاقية لم يذكر في هذه الاتفاقية أنه إذا وضع الدرع البشري في سيناء سوف يكون صدا منيعا وحفظا لامن مصر القومي. فرؤيتنا تتمثل في العداله الاجتماعيه، العداله الاجتماعيه العداله الاجتماعيه النهارده لو احنا جينا قريه الرحمنيه، وعايز اقول المنطقه اللي هي الوحده المحليه في الرحمنيه وابو خالد وسهرات الكبرى، المنطقه اللي احنا موجودين فيها دي، وجيت قلت النهارده انا هدي لهذه المنطقه 10,000 فدان. 10,000 فدان، هذه هي رؤيتي ورؤيه حزب الوسط في مجال التنميه الزراعيه. ال 10,000 فدان اوزعهم على مين؟ 70% على الفلاح الذي هضم حقه لسنوات طويله، لان الاراضي الصحراويه كانت توزع على اللواءات ورجال الاعمال وغيرهم دون عداله اجتماعيه. حتى ايه سبب ارتفاع اسعار يعني البذور وارتفاع اسعار المبيدات وارتفاع اسعار الكيماوي وكل الحاجات دي؟ سبب ايه؟ ان تحولت هذه الامور بدعمها تحولت الى اراضي صحراويه لاصحاب رؤوس الاموال، واصبح الفلاح الذي له الحق في هذا الامر يعاني من الحصول على هذه الامور. فانا عايز اعيد للفلاح الحق الذي اقتصد منه. النهارده هاجي اقول الفلاح اللي عنده فدان اللي هو بعد عمره الطويل هيوزع الفدان ده على 5 ولاد، واحد هياخد 3 اراضي
والبنت هتاخد مش عارف راس وده ياخد كذا والاخر الثلاث قرارات اللي خدهم هيبني في قرارات منهم او يغوروا او يبيعوا. يعني راحت فين الارض الزراعيه؟ راحت فين؟ الايام الثوره كام اهدره من الاراضي الزراعيه داخل منطقه الدلتا؟ كام الكميات؟ يعني اكثر من 400,000 فدان ولا 40,000 كذا يعني اضيره منذ ايام الثوره بسبب تعدي الناس على الاراضي الزراعيه. فالنهارده لو انا قلت لك هدي لك 10 ابدنه، 10 ابدنه فيهم بنيه متكامله من مستشفيات ومدارس وبيوت وشبكه ري، سواء ري حديث او ري غمر او ري طبيب، ايا كان الطريقه والوسيله اللي هتتم الري بها، ولكن بشرط هذه الارض لن تتسلمها الا اذا دفعت الفلوس كلها بالكامل. لو انت عندك فدان، اول حاجه تفكر فيها ايه؟ الدراسه الجدوى اللي احنا عاملينها ان الفدان سعره لن يزيد من 15 ل 18,000 جنيه، مع مراعاه ان ليس هناك فساد وليس هناك رشوه وليس هناك اي شيء. ارض متكامله بها بنيه متكامله. الارض اللي كان اليهود بيزرعوها وبيصدروا منها الى اوروبا هنملكها للفلاح، لان سينا لو احنا جينا نقول تعبير سينا وتنميه سيناء والله لن يعطيك لصندوق النقد الدولي ولا حتى العربي ولا اي دوله عربيه تعطيك جنيه واحد، لان هناك خط احمر لمنطقه سيناء، خط احمر في منطقه سيناء اللي ممنوع الدعم ولا ممنوع التنميه، وقد شاركت في هذا الامر مع حكومة عصام شرف عندما طلبنا دعم للتنمية داخل سيناء، قالوا مفيش أي دولة رئيس الوزراء بيقول الكلام ده. معناتها إن أبناء مصر هم الوحيدين القادرين على حماية الأمن القومي وأيضا المصلحة الشخصية. هتتملك 10 فدادين، هتبيع الفدان اللي عندك لو هو ب 250,000 وهتتملك 10 فدادين ب 150 وهيبقى عندك 100,000 جنيه كده تزرع بيهم. لكن النهارده انا مش هنقلك لوحدك، مش هتروح مع واحد من الاسكندريه، مع واحد من سوهاج، مع واحد من هنا، لا، ده انا هنقلك مع ابن عمك وجارك ومن الرحمنيه ومن بيت يعيش ومن بيت ابو خالد ومن كذا ومن مضغط من منطقه مضغط حتى يكون نسيج اجتماعي متجانس. حتى لو عندك بنت حتى ما تقعدش يعني ايه حامل همها تدور على حد يتجوزها، هي تجيبها منين؟ اتجوزها لواحد غريب ولا ارجع ادلل عليها في البلد تكون كبرت؟ حياه اجتماعيه متجانسه. هذا هو المشروع الزراعه الذي نحلم به في سيناء وفي الساحل الشمالي وفي ساحل البحر الاحمر، لان هناك 4 مليون فدان صالحه للزراعه فيها مياه. ما تصدقش الكلام اللي بيتقال ان مصر فيها ندره في المياه وغير ذلك. مصر فيها مياه جوفيه تكفي لملايين الملايين من الابدنه، ولكن عايزه ان احنا نتحرك، عايزه يكون ناس صالحه تراعي حق الله سبحانه وتعالى في احداث هذه النهضه، هذه النهضه الزراعيه. الله يصلح حالك كده واحده. الله يكرمك. و30% للشباب. 30% للشباب اللي قاعد سواء مخلص جامعه او سواء قاعد واخد دبلوم او غير ذلك، فهذا هو مشروعنا في التنميه الزراعيه من واقع عملي، ولن نكلف الدوله ملايين واحد. مش هنكلف الدوله عشان محدش يجي يقول ممر التنميه ولا نلم ولا نلم بالشعب. مصلحه متبادله بتحافظ على بلدك وفي نفس الوقت انت بتستفيد. ونحدث العداله الاجتماعيه ويتوقف هذا الهزل ان ده واخد 1000 فدان و 50,000 فدان و 100,000 فدان وغير ذلك. شكرا. الرحمنيه جزء مصغر جدا من مصر. عندنا مسيحيين وعندنا اخوان وعندنا عند الماده الثانيه من اللي هي يعني بتشير غلط وبتشير خلايا يعني انتوا يعني حزب الوسط طبعا في احتلال صراع وخصوص حتى سياق المرحله الثانيه يعني تقول ايه حتى
لهذه المنطقه كلها صوت الشعب العربي عباره عن نظر مصدر من المدينه كل القريه. الحقيقه يعني هناك ازمه مستعله وهذه الازمه يعني لا صحه لها على الاطلاق. هذه الازمه لا يدفعها الا